الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، خيره وشره. يعني متى يتحقق إيمان الإنسان بالقضاء والقدر؟ إذا لم يبدي من نفسه اعتراضا، أو إذا لم يجد في نفسه غضاضة أو كزازة عند وقوع بلاء أو محنة أو أزمة أو شدة له. فإيمانك بالقضاء والقدر أو إيمانك بالحكمة في التقدير يجعلك تسلم لله فيما أجرى عليك من شؤونه التقديرية، وأن ترضى بحكمه، وأن تسكن تحت مجاري أحكامه.